ساندرا ميسون تؤدي اليمين الدستوري كأول رئيسة لجمهورية بربادوس التي باتت أحدث جمهورية في الألفية الجديدة، لينتهي إرث امتد لأكثر من 400 عام منذ خضوع بربادوس لتاج الملك جيمس الأول. أنا ساندرا ميسون، أقسم أنني سأكون مخلصة وصديقة وعادلة في حكمي كرئيسة جمهورية بربادوس. وبتحول إلى النظام الجمهوري وانتهاء العهد الملكي، تنتهي رموز كثيرة في بربادوس، منها لوحات للملكة إليزابيث الثانية من داخل المنشآت الحكومية والشارات الملكية التي تزين الملابس الرسمية لعناصر الشرطة والبري. ولمن لا يعرف بربادوس، فهي جمهورية وليدة واقعة في الكاريبي ومستقلة منذ 66 900 ألف، معروفة بشواطئها الرائعة، وتعتبر لؤلؤة جزر الأنتيل الصغرى، ويبلغ عدد سكانها نحو 287 ألف نسمة.